كرمني بيها وكده، وربنا يبارك فيها يا رب ويقوم والدتها بالسلامه، والحمد لله يعني كرم من ربنا وربنا يديمها نعمه يعني. كرم ربنا كمان النهارده تأهلنا للمباراه النهائيه. الظروف كانت صعبه جدا يا كابتن سعد، يمكن الاجواء والجمهور احنا متعودين على الكلام ده، لكن كل مباراه بيبقى لها ظرف معين. لعيبه كانت عايده من اصابه، خسرنا لعيبه الفتره اللي فاتت، بنشوف الجيم النهارده ازاي وبنشوف تأهلنا للمباراه النهائيه ازاي؟ والله الحمد لله، واحنا بيبقى عندنا هدف مهم وهدف رئيسي هو التأهل للمباراه النهائيه، ده اللي احنا مركزين فيه. احنا ربنا كرمنا في مباراه الذهاب 2-0 وكنا ممكن نزود النتيجه، فاحنا برده بيبقى فيه تعامل بخبره وذكاء.